انا ميليتير والحارس والديوان وحتى الحمايه المدنيه قدامي. انت توصل انا ما نكذبش عليك نوصل يعلم بيا ربي كيفاش ندبرها من الفلوس باش نمشي نعدي. تصور احنا نجيو من البلايص الكلها من برشا بلايص وصلوا حتى عباد من سبيت من كسرين من جربه من سليان عندنا الصفر يقول لك تكي انت ماكش في اسمك في الليست او فلان ولد فلان ادخل. احنا نقول لاباس خي ما تبيع باش ننقى مان خي انا جاي يعلم بيا ربي 60,000 70,000 كوب يعلم ربي كيفاش لاممهم. تجيني انت بعد ما نوصل تقول لي لا سامحني شد الصف مع العباد. انا دفعت في الحرس دفعت في الحمايه قال لك تمشي البنزر باش تعمل لجنه كامله تعاون مع مين كاملين شو يولي عندك حظوظ باش نجم تدخل نشوف تدخل شو ما تدخلش كلها جد كلها في الكياسات وكلها متمرم دارك زعما عليك لك الكره لابس علي كلها تحت الحيوط راه والله العظيم انا المتمكن اللي عنده شكون مثلا شعانك ربي شعمل في الدنيا والله نخدم ونقرا تخدم وتقرا ايه تخدم في الفريب لا انا نخدم وحمد ولا لاباس شوي شويه ما هو ماشي يغلى لا وينقص زاد اش تقرا ولا عامل باك فهمتني توي ماشي نعمل صنعه باش تمشي ان شاء الله تعمل صنعه لا قاعد نعمل فيها اللي هي شنو ولا باش نعمل ميكانيك تاع كرهب الله يسهل لك عايش يرحم والديك الايام اللي تخدم فيهم لا كامل ايام الاسبوع الا السبت والاحد إيه؟ وكيفاش توفق ما بين قرايتك وخدمتك؟ شوي 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 تخدم مع أبوك وإلا مشروعك الخاص؟ مع بابا نعاون فيه مع أبوك تعاون فيه يعني ملككم ملك الرب سبحانه وتعالى باش تعمل تكوين نتاعك ومن بعد تخمم إنك أنت تخرج لبرا؟ والله ماذا بيا بلادي ما نحبش نخلي أمي وباب أما الوضعية هنا صعيب أنت وحيد أمك وأبوك؟ والله اللي عندي خواتي أما صغار زاد لازمني نعاونهم عليها أنت المسؤولة عليهم يعني إي بعد بابا أنا المسؤول إي في التربية في القراية في كل شيء حتى في الكياس لازمني انا نكون مسؤول عليه عطيك المسؤوليه اللي كنت نقولوا احنا رجال دار والله اللي مش هو عطي المسؤوليه انا لازمني نكون مسؤول باش حتى نهار اخر كي نخرج من تحت كلفته هو نكون انا مسؤول على روحي حتى قبل مش حتى على اخواتي زاد يعني انت لهنا تطلب انه يكون عندك مستقبل في بلادك وانهم هما يعملوا لكم تسهيلات باش الشباب اللي كيفك اليوم ينجم يقف على ساقيه ويقعد حدا تعرف حاجه انا ماذا بيا الشباب نتاعنا الكل ياثروهم اللي عنده موهبه في مخه والا في يديه يبتكرها البلد هذه لازم تاخذ شبابها الكل تحطهم في سنترويات يتعلموا ويثقفوا يكونوا في مخاخهم زاد ايجابيين مش سلبيين مش يمشوا للفساد ويمشوا للهمله وقلت نمشي انا ضد هالحرقه راه انا انسان ما نحبش الحرق وعمري ما خممت فيها بالعكس كان عندي خرجة نحب نمشي بقرايتي نحب نمشي مستوى تعليمي زاد عالي فهمتني نتخرج نيفو باك فهمتني مش تعملت ايكونومي جيستيون نلقى الشعب ما نجحتش باش عملت زاد استاجيت في بنك الزيتونة يدخلوا فيهم بالفلوس انا ما عنديش فلوس ما نكذبش عليك وليت تبعتها شويه من بعدك نلقاها ما تمشيش البيعة وليت مشيت عملت ميكانيسيان صار قدامك موقف تمدد فلوس مواقف مواقف انا ميليتير والحرس والديوان وحتى الحمايه المدنيه قدامي انت توصل انا ما نكذبش عليك نوصل يعلم بيا ربي كيفاش ندبرها من الفلوس باش نمشي نعدي فهمتني اكزام اخي شنو هو شي فم في شفاه وفم الكتابي ومن بعد كيتعدي عليك الطبيب تصور نحن نجيو من البلايص الكلها من برشا بلايص وصلوا حتى عباد من سبيت من القصرين من جربه من سليانه برشا بلايص انا مشيت نلقى برشا عباد شادين الصف يقول لك تكي انت ماكش في اسمك في الليست او فلان ولد فلان ادخل اي معناتها نحن تحبنا كي تصير كاين علينا هكايا مواضيع كيف هكايا تصير علينا تحبنا نبقوا لاباس خي ما تبيع باش ننقى مان خي انا جاي يعلم بيا ربي 60,000 ل 70,000 ركوب يعلم ربي كيفاش لاممهم تجيني انت بعد ما نوصل تقول لي لا سامحني شد الصف مع العباد خي ما تجيش زاد انا دفعت في الحرس دفعت في الحمايه المدنيه ذي اللي تقول انت سهله قالك تمشي البنزر باش تعمل لجنه كامله وتعاون مع مين كاملين على كامل اشغالهم وكامل الدوره نتاعهم اللي باش يعملوها باش يولي عندك حظوظ باش نجم تدخل انت يعني تتطوع تقعد عامين متطوع باش من بعد تشوف يا غالي عندك حظوظ ينجم عندك حظوظ باش تنجم تدخل شوف تدخل شوف ما تدخلش عندنا احنا الشباب ما عندنا حتى حل يا تخدم لهنا يا تمشي تشوف ثنيه كيف برج الشباب اللي في الكياس واللي اللي مشى وكلاله بحر واللي عندنا انا ما نكذبش عليك كان عندي اولاد عمي الكل واصحابي الكل كلها جت وكلها في الكياسات وكلها متمرم دار يكذب عليك يقول لك راه لابس علي كلها تحت الحيوط راه والله العظيم انا المتمكن اللي عنده شكون مثلا باش يسكن ولا ياكل باش يشرب زاد ويكن راسه زاد مش كل اللي باش يطلع نيفو طياره احنا ماذا بينا بلادنا تاثرنا اللي عنده صنعه في يديه اللي عنده صنعه في مخه فهمتني يحب يبتكرها واللي يحب يطورها سواء الكتريك سواء ميكانيك سواء حتى عندنا اولاد تبارك الله عليهم في السدير انا عندي صاحبي سودي تبارك الله عليه فهمتني فما عباد تبارك الله عليها فما مواهب صاعده راه في تونس راه والله العظيم عندنا شباب يطير تيران خير من جماعه البر بيت مون الريفه ما يعرفوش يتصرفوا ما يعرفوش حتى يخمموا
صاحبك شنو قلت لي؟ عندي برشا اصحاب اللي متكون في السودير، اللي عامل ميكانيك، اللي عامل حتى فن النحت. برشا بها برشا شباب ما لقيتش حظوظها في تونس اللي قاعدين نعيشوا فيها هذه تويك. قلت لي على صاحبك عنده موهبه انه هو ينجم يصنع اي حاجه، ينجم ينحت اي حاجه، حتى من حجر يخرج لك منها اي حاجه انت تحب عليها. أي يخدم في معمل يخص 600,000. اي عندي واحد صاحبي سوداري يرسم لك اجسام اللي تحب عليها، سواء كهرباء موتور بسكله. انا عندي واحد صاحبي يرسم بسكله قداها بترفع حديد سوداها في بعضها، ولا العظيم خرج لك تحفه فنيه. اللي لهنا ما فماش سنتر باش تشجعك انت باش تخدم ولا باش تعمل حاجه باهيه، ما فماش سنتر ولا مدرسه باش تكونك تخرجك انت كالفيه في خدمتك وتشوف فهمتني ولا لا، تشوف انت مثلا شنو باش تعمل، تطمح الحاجه باهيه تعمل حاجه باهيه. انا عندي صاحبي كما قلت لك والله العظيم خرج لك تحفه من حجره ما فيها شيء مطيشه في الزبله، خرج لك تحفه تبقى تخزر لعمرك الكل. يعني مشيت وسالت له في تونس كلها فماش سنتر يعلمك فن النحت؟ ما فماش. راهو البرا راهم يقدسوهم، راهو تلامذه ولا تلامذه يسموا تلامذه، احنا مازلنا تلامذه حتى كي نكبروا مازلنا تلامذه، راهو مازلنا نتعلموا. انت نورمالمون الشباب هذايا تاثروا تشوف له سونتر كل واحد وهواياته فهمتني، بشوي بشوي حتى يخرج وتنجم انت تصنع منه راس مال وتعمل منه حاجه كبيره. راهو تريد مثلا انا ناخذك ديبيتون راهو كي نعلمك وردك حاجه باهيه، راهو الدوله بيدها راهو تستنفع، راهو الشباب راهو تاخذ عليهم فلوس تكون وتعطيها فلوس باش يخدم باش يكون. تو انا مثلا في ميداني تاع الالكتريسيتي انا باش نقرا على الكهرباء الالكتريك، نجم انت تعمل لي سونتر فيه كل شيء المستلزمات كلها، نجم نخدم وندخل لك حاجات ما فماش، من نجم حتى نصنع. راه كي تعطيني انت ماتريال نجم نصنع لك راه، علاش لي يا اخي هما خير منا، نحنا ما عندناش، نحنا نورمال مو توفر لنا القرايه وتوفر لنا فهمتني الماتريال اللي باش نخدموا به وتوفر لنا كل شيء نورمال مو توفر لنا من اجل كازيد. الشباب هذا لازم يكون متكون في اي حاجه هو يحب عليها، سواء غرام فما عباد مغرومين وفما عباد ما عند ربي راهم يحبوا الحاجات اللي معناتها يبتكروا هكايا ويحبوا يصنعوا. قولوا احنا اعطينا فرصتنا، اعطينا فرصتنا باش نعيشوا زاد باش نشوفوا الدنيا زاد باش نعملوا حاجات مزيانه تثبت لي نحن توانسه واحنا نحبوا نعملوا حاجات مزيانه زاد.